منورتنا النهاردة مهمة جدا لأنها بتهم كل الناس، وهنتكلم فيها عن أهم حاجة في حياتنا وهم أطفالنا وولادنا اللي هم أهم حاجة فعلا، وبنبذل كل جهدنا علشان نفسيتهم وصحتهم وحياتهم وإن هم يكونوا ناجحين دايما وفي أفضل حال ونقدر إن احنا نفرح بيهم. لكن بقى في مشكلة صغيرة جدا موجودة في أغلب البيوت دلوقتي، وهي التغيرات اللي حصلت حوالينا وأثرت عليهم بطريقة سلبية وعلى حياتهم. السوشيال ميديا من ناحية، إدمان الألعاب الإلكترونية من ناحية، وغيرهم كتير، لدرجة إن بقى في أطفال بيجي لها اكتئاب وبتدخل في حالة سيئة زي شعورهم بالوحدة والحزن واليأس، كل ده وهم في سن صغير، وده بسبب قعدهم على السوشيال ميديا. ناس كتيرة تستغرب دلوقتي إنه طفل إيه ده اللي يجي له اكتئاب، بس ده حقيقي للأسف ومش كلامنا، ده في دراسات كتير جدا اتعملت خلال السنين اللي فاتت يا أميرة عن قد ايه في اطفال بتزور طوارئ الاكتئاب. دي حقيقه هند، وكلامك مظبوط، ويمكن انا اتاكدت من الكلام ده فعلا. في دراسات كتير اتعملت بتقول ان في زياده في عدد زيارات قسم طوارئ الصحه العقليه في مستشفيات الاطفال بسبب حالات الاكتئاب، ودراسه تانية عملتها مجله جاما لطب الاطفال بتقول ان كل ساعه زياده بيقضيها الشباب على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي والفرجه على التلفزيون بتزيد من اعراض الاكتئاب عندهم. فلازم احنا كأسرة بجد نخلي بالنا كويس قوي من ولادنا، هم صغيرين مش فاهمين ان ده بيضرهم، فرحانين بأي حاجة بيتفرجوا عليها ويشوفوها. والطفل اكيد، يعني انا دايما لما بلاقي حد او ام عايزة تمنع ولادها انهم يقعدوا على السوشيال ميديا او يقعدوا على الجيم، هو ما لقاش بديل. يعني علشان حضرتك تحاولي تبطليه ان هو يقعد وقت طويل على السوشيال ميديا، لازم تطلعي له بلان تانية، لازم تشغلي وقته صح، لان طالما بيوصل حال للتعب النفسي يبقى لازم اسبابه تتحل ويقدر يتعافى ويعيش طفولته بشكل صحي، علشان لما يكبر الاكتئاب والوحدة ما يزيدوش عنه، لانه اكيد مش هيقضي كل حياته كده. فلازم كل ام تقف واقفه كده وتشوف، واب طبعا، ايه مشاكل ولادها، بيقضوا وقت قد ايه على السوشيال ميديا، ما نستسهلش نطلع بدايل علشان ما نمنعش بس، ما منعش وبس، لا انا محتاجه الاقي بديل علشان ابني او بنتي يسمعوا كلامي. صح، يعني هقول له بطل، ها وبعدين هتعمل ايه تاني؟ صح. لازم الاقي له حاجه يعملها، ما اقولوش بطل وخلاص. وكمان انا عايزه اطلب من حضراتكم حاجه، ارجوكم لما تحسوا ان ولادكم فعلا تعبانين، نفسيتهم مش كويسه، بلاش تتريقوا عليهم، بلاش تقللوا من مشاعرهم وتقول لهم انت لسه عيل صغير. لا، هو الطفل بيكون عنده حق، الطفل هو اكتر المخلوقات صدقا. وزي ما دايما بنقول حقوق الاباء وحقوق الامهات، كمان لازم نتكلم عن حقوق الابناء اللي هي اهم حاجه، صحتهم النفسيه وانهم يعيشوا حياه سويه تؤهلهم يكملوا حياتهم بعقل وقلب متعافين تماما من اي صراع نفسي ممكن ياثر عليهم او يضرهم. تقرب من ولادك، تحتويهم، تصاحبهم سواء بنت او ولد، وبالاخص البنت، لان في دراسات كتير بتقول انه البنات بتتاذي نفسيا اكثر من الولاد علشان بيتعاملوا بعاطفتهم قدام الحاجات اللي بيشوفوها، فنعرف مشاكلهم ايه ونحلها معاهم. كمان مهم ان احنا نعلمهم المشاركه، انا بعمل كذا فتعالى اعمل كذا معايا، هيتبسط وانت كمان هتتبسط، وهتحس ان ولادك ما بتبذلش نفس المجهود ان انت اقعد معاه، لا هات ويعمل معاك الحاجه اللي انت بتعملها. بالضبط. ما تخليهوش دايما قاعد في اوضته ووشه في التليفون او في الايباد، لازم تهيئهم نفسيا صح، وتشوف ايه هواياتهم، ايه الحاجات اللي بيحبوها وتخليه ان هو يعملها. وقصه انه الطفل بيقلد الاب والام حقيقة. يمكن امبارح كنا بنتكلم في موضوع التغذيه، كل حاجه كل حاجه الطفل بيبص على باباه ومامته هم قدوته، بيعملوا ايه، فهيقول لك انت لو قلتي له اقعد معايا شويه يقول لك طب ما انت كمان ماسكه تليفونك. يعني يا جماعه بجد الاطفال دول هم اهم استثمار ممكن تعملوه في حياتكم كلها. يعني لما تكبر كده وتشوف ابنك او بنتك ان شاء الله انسان كويس، سوي نفسيا، مبسوط، مرتاح، ما عندوش عقد مأثره عليه، هتكون فخور بنفسك قبل ما تكون فخور بيه، لان ده مش سهل ان انت تربي وتكبر وتعمل حاجه كويسه، انت هتبقى فرحان بنفسك قوي. الدنيا صعبه يا جماعه بجد، الدنيا مش سهله، فلازم نخلي بالنا كويس من اي حاجه بتخش علينا وعلى اولادنا. يا ريت يكون البيت هو المكان الهادي اللي بيحسوا فيه بالامان في الدنيا والونس. حضن الاب يا جماعه وحضن الام، يعني احضنوا ولادكم،
يعني خليهم قريبين جدا منكم بجد، قربوا من ولادكم واحتووهم، وزي ما هند بتقول بلاش قصة اتريق او استقل بزعل ولد صغير او اكتئابه او عياط طفل. يعني في طفل يعيط انت ما تعيطش انت راجل والكلام ده، يا جماعة المشاعر ما تعرفش راجل او ست. فخلونا نعرف كده ازاي نحافظ عليهم اكتر وما نخليهمش يجيلهم اكتئاب او يحسوا بالوحده، ونعرف ايه هي اضطراباتهم النفسيه اول باول.